كما اكد شكري ان مصر تقوم بكل ما في وسعها من اجل ان يكون هناك تنويع للطاقات حيث ستتمكن مصر بحلول عام 2035 من تحقيق من 42 الى 43% فيما يتعلق بالطاقه المتجدده. نحن نقوم بكل ما في وسعنا من اجل ان يكون هنالك تنويع للطاقات ورفعنا طموحاتنا وبحلول عام 2035 سنتمكن من تحقيق من 42 إلى 43 بالمئة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وهذا إنجاز تم تحقيقه خلال مدى زمني قصير وهذا الطموح ازداد بفضل هذه التكنولوجيات ولكن نحن هنا نقوم بنقل التكنولوجيات من أصدقائنا وشركائنا الذين يعتزمون نقل هذه التكنولوجيا من أجل أن نحظى بفرصة لتوسيع طموحاتنا